السلام عليكم. في الفيديو ده هتكلم عن الديكشنري. الديكشنري هي حاجة بخزن فيها داتا عاملة بالظبط زي الليست وزي التيوبل اللي احنا اتكلمنا عنهم قبل كده في الفيديوهات. بس الديكشنري بيبقى شكله عامل ازاي؟ احنا قلنا قبل كده شكل الليست هي عبارة عن مجموعة من العناصر، ممكن العناصر دي تكون داتا تايب بتاعتها مختلفة عادي مفيش مشكلة، والليست سهل ان انا احذف او اضيف فيها عناصر. وقلنا ان التيوبل هي حاجة زي الليست برضو مجموعة من العناصر ممكن تكون متشابهة أو مختلفة، بس الفرق إن أنا ما ينفعش أعدل فيها على عكس الليست. طيب شكل بقى الديكشنري عامل إزاي؟ الديكشنري بيبقى عبارة عن أقواس كيرلي، لأن الليست كانت أقواسها مربعة والتيوبل كان أقواس عادية. الديكشنري بيبقى عبارة عن كي وفاليو. يعني انا مثلا ممكن اعمل في ديكشنري اعمل خاصيه اسمها نيم، بكتب اسم الخاصيه الاول وبعد كده نقطتين فوق بعض، وبعد كده بكتب قيمه الخاصيه دي، وبعد كده كومه لو عايز اعمل كيو فاليو تاني. يعني مثلا هعمل خاصيه تانية اسمها اتش، نقطتين فوق بعض وقيمتها 15، بعد كده مثلا جريد وقيمتها مثلا 9. يبقى كده ده شكل الديكشنري بتاعي. الديكشنري فيه 3 عناصر، ده كده العنصر الأول وده العنصر التاني والعنصر التالت. كل عنصر منهم بيبقى عبارة عن كي وفاليو. هنا الكي بيساوي نيم والفاليو بتاعته أحمد، هنا الكي age والفاليو بتاعته 15، وهنا الكي grade والفاليو بتاعته 9. وما ننساش إن الديكشنري لازم الأقواس بتاعته تبقى curly brackets. ممكن بعد كده أعمل برنت للديكشنري كله على بعضه زي ما كنت بعمل برنت للليستة كده. فلو عملت run هلاقي كتب لي شكل الديكشنري والحاجات اللي موجودة جواه. وممكن أعمل print ل value بتاعت key معين، ففي الحالة دي بكتب اسم الديكشنري وبعد كده أقواس مربعة عامل زي الإندكس بتاع الليست، بس أنا في الليست كنت بكتب مثلا index 0 بيجيب لي العنصر الأولاني، 1 بيجيب لي التاني وكده. لكن هنا في الديكشنري جوه الأقواس المربعة مفيش عندي إندكسات، في عندي أسامي الكيز. فممكن أكتب نيم سترينج كده يبقى هيجيب لي قيمة الكي اللي اسمه نيم، فهيكتب لي أحمد. فلما أجي أعمل ران هيقول لي أحمد. ممكن أقول له age وهيطبع لي قيمته اللي هو 15. الكيز اللي عندي مش لازم تكون عبارة عن سترينج، يعني مش لازم اسم الخاصية يكون سترينج. ممكن أسمي الكي بتاعي برقم، يعني الكي ده مثلا هسميه 100، ولو قلت له برنت دي اوف 100 يبقى هيبص على الكي اللي هو اسمه 100 ويشوف القيمة بتاعته اللي هي أحمد، فيعمل برنت لأحمد. وطبعا الفاليو ممكن تبقى أي قيمة احنا عايزينها، ممكن تبقى سترينج وممكن تبقى رقم، يعني دي مثلا ممكن تبقى 9 وممكن تبقى ليست. يعني هنا الكي 100 والفاليو بتاعته 1 2 3، فأنا هقول له مثلا برنت دي اوف 100 فيطلع لي قيمته اللي هي الليستة اللي فيها 1 و2 و3. وممكن يبقى تيوبل وممكن يبقى ديكشنري تاني، فممكن الفاليو تبقى ليها أي داتا تايب، لكن الكي يا إما يكون سترينج يا إما رقم بس. طب افرض إنت إحنا هنا عندنا 3 كيز اللي هو 100 وإيج وجريد. افرض إن إحنا كتبنا اسم كي مش موجود وليكن 101 مثلا، لو جيت أعمل ران هلاقيه طلع لي ايرور لأن الكي اللي هو 101 ده مش موجود. بس انا ممكن بعد ما اعمل الديكشنري ممكن ازود في الكيز بتاعته او ممكن اغير في قيمه الكي. يعني انا ممكن ازود كي اسمه 101، عشان ازوده اكتب دي اوف 101 يساوي واكتب القيمه اللي انا عايزها، وساعتها لو انا سالته عن دي اوف 101 هيطلع لي القيمه اللي انا لسه معرفها فوق. زي ما بضيف كي ممكن اعدل في قيمه كي موجود قبل كده، يعني دي اوف 100 بدل ما هو كان الليستة اللي فيها 1 و2 و3 أنا هخليه مثلا عالي. بس أعمل برنت ال دي اوف 100. يبقى الديكشنري هو الداتا والكيز اللي فيه ممكن تتعدل عادي، مش عاملة زي التيوبل كده إن أنت مينفعش تعدل فيه. بس إحنا كده مازالت عندنا مشكلة إن لو كي مش موجود هيديك ايرور. فاحنا عايزين مثلا ان هو لو كي مش موجود يديله قيمه ديفولت من عنده. فعلشان نحل المشكله دي البايثون عامله فانكشن اسمها ديفولت ديكشنري. ديفولت ديكشنري دي بتكاري الديكشنري
وانت بتحدد لها داتا تايب معين، وحسب الداتا تايب ده هي بتفرض قيم الكيز اللي مش موجوده. يعني انت مثلا قايل للبايثون ان الديفولت ديكشنري بتاعك كل القيم اللي فيها تبقى نوعها انت، فهي هتفرض ان اي كي مش موجود القيمه بتاعته زيرو. طب لو انت فرض مثلا الداتا تايب ان هي سترينج، هتفرض ان اي كي مش موجود عباره عن سترينج فاضي، القيمه بتاعته عباره عن سترينج فاضي. ولو انت فرضها لسته مثلا، هتفرض ان اي كي مش موجود الفاليو بتاعته عباره عن لسته فاضيه. طيب علشان نستخدم الفانكشن دي، الفانكشن دي موجوده جوه موديول اسمه collections، فانا لازم اعمل اول حاجه import للcollections. احنا خدنا قبل كده لما كنا بنعمل import للماس، قلنا ان الحاجه اللي بعمل لها import دي اسمها موديول. والمجرد ان انا بعمل import للموديول ده، ممكن استخدم اي function موجوده جوه الموديول عن طريق ان انا اكتب اسم الموديول دوت اسم الفانكشن. ففي عندي function اسمها default dict، اختصار default dictionary، ببعت لها الداتا تايب بتاعت الديكشنري وليكن مثلا int، فهي بتكاري الديكشنري وبستقبله انا في متغير وليكن مثلا دي، يبقى دي كده هيساوي ديكشنري هي البايثون هتكريته، والنوع الديفولت بتاعه ان هو انت، بمعنى ان انت لو حاولت ان انت تعمل اكسس على كي مش موجود، يعني انا لسه دلوقتي مكريت الديكشنري، اكيد الديكشنري فاضي ما فيهوش اي حاجه. لو انا قلت له مثلا برنت دي اوف نيم، هو اصلا ما فيش حاجه اسمها نيم، فيقول ان هي قيمتها بزيرو، لان انا حددت له ان الداتا تايب بتاعي الديفولت عباره عن انت، فيقول لي زيرو. طيب افرض ان انا مثلا كنت خليت نوعه tuple مثلا، فيبقى الدي اوف نيم مش موجوده، فهيفترض ان هي tuple فاضي. فلو جيت اعمل run الاقي ان هي tuple فاضي. طب لو كانت list ولقى ان النيم مش موجود، يبقى الداتا تايب الديفولت بتاعتها عباره عن list فاضي. بس الدي عادي ممكن تتعامل معاه زي اي dictionary، ممكن تزود انت الكيس بتاعته من عندك، ان انت تقول دي اوف كذا بيساوي كذا، دي اوف نيم مثلا بيساوي احمد، وساعتها مش هياخد بالقيمه اللي انت معرفها له في الديفولت هنا، لا ده هياخد القيمه الجديده اللي انت لسه مخزنها. يعني انا قلت له ان احمد، او قصدي قلت له ان النيم بيساوي احمد، واحمد ده سترينج، فهو هيطبع لي قيمه السترينج. واحنا قلنا ان عادي الديكشنري مش لازم الكيس بتاعته كلها تبقى من نفس النوع، يعني ممكن اعمل نيم سترينج والايدج رقم، واعمل مثلا الجريد تبقى فلوت رقم فيه كسر مثلا، مفيش اي مشكله. ولما احب اعمل اكسس على اي حاجه، هياخد حسب الداتا تايب بتاعت الحاجه اللي انا مخزنها، مش على حسب الديفولت اللي عندي، فيطبع لي مثلا الجريد 10.5. لكن الحاجه الديفولت اللي عندي دي هياخدها فقط في حاله ان الكي مش موجود. لو انا كتبت له اسم كي مش موجود، هياخد القيمه الديفولت حسب الداتا تايب اللي هنا. انا معرف له ليست، يبقى الكي اللي انا كاتبه ده عباره عن ليست فاضيه. طب دي بتساعدني في ايه؟ بتساعدني ان انا ممكن اعمل عمليه على الكي اللي مش موجود ده بدلاله القيمه الافتراضيه. يعني انا مثلا انا لسه هنا مثلا ما عرفتش حاجه اسمها جريد، ممكن اقول له دي اوف جريد، لو انا معرف دي مثلا ان هي فلوت او حاجه، قلت له دي اوف جريد زائد يساوي 4، وقلت له اطبع لي دي اوف جريد. طيب انا بقول له اجمع على جريد 4، طب هي كانت كام قبل ما اجمع عليها؟ طالما هي ما كانتش موجوده قبل كده، هيفترض ان هي بزيرو، فيجمع 0 زائد 4 يطلع لي 4. وطبعا الأربعة حطيت لي بوينت زيرو، لأن النوع الديفولت بتاعها كان فلوت، فهي في البداية كانت زيرو بوينت زيرو، هو جمع عليها أربعة فبقت 4.0. ممكن برضو نفس الكلام لو هي كانت ليست، ممكن أقول له اعمل لي أبند للكي ده، حط له قيمة معينة. طيب هو إزاي يعمل أبند وأنا أصلا ما كانش عندي لستة موجودة قبل كده؟ طالما الجريد ما كانتش موجودة قبل كده، فهي باي ديفولت عبارة عن لستة فاضية، وهو لما يعمل لها أبند فهو هيضيف الـ15 على اللستة الفاضية، فهيبقى عندي لستة فيها 15. فلما أعمل ران ألاقي إن الجريد عبارة عن لستة فيها 15. يبقى إحنا كده عرفنا فايدة الديفولت ديكشنري. الديفولت ديكشنري زيه زي الديكشنري العادي، بس الفرق إن أنت لو عندك كيز مش موجودة، فهو بيديها قيمة ديفولت حسب الداتا تايب اللي انت بتحدده هنا، يا اما يكون رقم بصفر، يا اما رقم كسري بس بصفر برضو، يا اما يكون لستة فاضية او تيوبل فاضي وهكذا.
وانت سهل جدا ان انت تضيف على الحاجه اللي هي الديفولت دي، سهل ان انت تجمع على الزيرو او تضيف على الليسته الفاضيه، ومش هتقلق ان الكي بتاعك يكون مش متعرف قبل كده. بس في حاجه اخيره، احنا طبعا عملنا امبورت للكوليكشنز. لو عملت امبورت وكتبت اسم الموديول، يبقى انت كده بتعمل امبورت لكل حاجه موجوده جوه الموديول. يعني انا دلوقتي الكوليكشنز دي ما فيهاش بس الديفولت ديكشنري، لا ده فيها حاجات كتير جدا. فانا لو كتبت كوليكشنز دوت هلاقي كل حاجه موجوده جوه الكوليكشنز. طب افرض ان انا مش محتاج منها غير الديفولت ديكشنري بس، يبقى مش هكتب امبورت كوليكشنز، هكتب فروم بعد كده اسم الموديول اللي هو كوليكشنز، واكتب امبورت واكتب اسم الفانكشن اللي انا عايزه. فانا هقول له فروم كوليكشنز امبورت ديفولت ديكشنري، يعني انت هات لي بس الديفولت ديكشنري من الكوليكشنز. ولما بستخدم الصوره دي مش بحتاج اكتب اسم الموديول دوت اسم الفانكشن، لان انا اصلا ما عنديش حاجه غير الفانكشن دي، فبكتب اسم الفانكشن بس هو بيبقى متعرف على الفانكشن. فانا لو قلت له فروم كوليكشنز امبورت ديفولت ديكشنري هكتب ديفولت ديكشنري على طول. انما لو قلت له امبورت الكوليكشنز نفسها، يبقى ساعتها لازم اقول له انا عايز كوليكشنز دوت كذا، والطريقتين صح.